جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه أخت سائلة إيمان أرسلت بسؤال تقول: كنت في الصغر لا أطيع الوالدة أبدا، كنت دائما لا أطيع لها أمرا، وعندما كبرت عرفت في تلك الخطيئة وأنا أشعر بالذنب الكبير تجاه هذا الأمر، وأنا مقيمها هنا ودائما أتصل بوالدتي لتقوم بمسامحتي، ماذا علي تجاه والدتي مأجورين؟ عليك بأمرين، الأمر الأول طلب المسامحة منها عما حصل منك من الإساءة إليها، الأمر الثاني البر بها في المستقبل. نعم.